ايش معك؟ جراد جراد جراد. العطار احنا في الطريق، السيارة تهتز. أنا عديدة في تركيب الخيمة، بس المشكلة هي قريحة يطيرها. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم عن تجربتنا في التخييم في احد المناطق النائية في مقاطعة تشيبا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع تعليقاتكم واقتراحاتكم في التعليقات. هذا نفق تحت البحر بعمق 57 متر يربط مقاطعة كناغاوا بمقاطعة تشيبا. طبعا يختصر وقت طويل، يعني المشوار اللي رايحينه المفروض ياخذ 4 ساعات، لكن لما ناخذ هذا النفق ناخذه في ساعة وخمسة واربعين دقيقة تقريبا. واخيرا وصلنا لاخر النفق. قبل اسبوعين مشينا في نفس الطريق لكن ما كانش زحمة زي اليوم. اليوم الزحمة بشكل جزء من الطريق هو فوق البحر. احنا الان بدأنا نطلع. رفيقة الدرب اليوم. يا بابا انت عارف ان أنا سبحان الله العظيم فجأة الجو قلب وغيوم، مع ان لما خرجنا كان حر شديد. الحمد لله وصلنا الى وجهتنا، بس الان بس نأكد الحجز وندخل. وصلنا والآن نختار مكان. ما شاء الله زحمة، وإحنا المفروض إنه وصلنا بدري، بس أغلب الأماكن خلاص حجزوها. لقيت تالين. هذا إيش اسمه؟ هذا إيش؟ هذا زي البوتاجاز، بس يعني زمان كانوا يعملوا زي كذا، ولأنه نعرفش ما فيش، لا يحطوش زي الشبكة هنا ولا حجر. زمان كانوا يحطوا حجر وبعدين يحطوا زي الشبكة وبعدين يحط يطبخوا عليها أو يشووا مثلا. ما جبناش احنا، أفضل انه ما جبناش الشواية. ليه؟ بس نروح نشتري شبكة ونروح نجيب سمك ونشوي ولا أي حاجة. نحس حاجة ما زال يمن. يا عندك حمام، حمام متنقل. يا حمام يا عزيزة انت ومصطفى. هذا طعم ولا لا؟ مش طعم. الا طعم لسه. اخيرا خلصناها. يا زين ترقد مع البنات ولا مع الاولاد؟ مع الاولاد. وماما، ماما تنام فين؟ مع الاولاد ولا مع البنات؟ مع الأولاد. طب أنا بنت، كيف أنام مع الأولاد؟ عادي عادي ولا مش عادي؟ يعني أنا فين؟ البنات مع البنات والأولاد مع الأولاد. أوكي. وهنا مريم تسوي لنا رز عشان نتغدى. الطباخة صح؟ رايحين الآن نجرب حظنا ونصطاد على أساس أنها منطقة غنية. نشوف يعني، حتى إنهم قالوا بلاش نسبح، نروح للمسبح ونجلس هنا عند البحر ونصطاد. سبحان الله البحر صافي. يلا يا مريم قنبتي قنبتي. يلا يلا خلاص، والله صدقيني مش عميق يا مريم. ها لا هو يتخبى داخل الحفر مش هنا. لا لا ما تخافيش. إذا يلا خل. أوه يا زان قوي. شوف يا زان ما شاء الله يا زان. آه مش غريق صح يا زان. ما يحوش. زيزا يا زيزا حبيبي إحنا جينا نصطاد سمك مش أبو مقاس. لا بس بيعور لك يدك. أنت تقدر بس بيعور يدك. رايح راجع يدور على ابو مقص. الباقي راح هناك يصطادوا. ليش باقي الصوت حاجه ولا لا؟ راح نركب بس الطعم والسناره. نمتوا؟ نمتوا ولا لا؟ نمتوا ولا لا؟
من اللي هناك نايم؟ شطار. يلا باقي انتو حرام تزعجوهم، ممكن تنام عشان شوفوا الخيمة اللي جنبنا. مش زلزال، وشوية بهدأ الريح. تمام، بس عشان اللي جنبنا خلاص ناموا، هم معهم أطفال بيابي صغار. تمام، أنا بس بخلص وباقي لكم، بس أنا مستنية بابا يجي. اليوم ما شاء الله زحمة، الأسبوع اللي فات أجينا يعني كان زحمة بس مش زي اليوم. اليوم لحد تحت لعند البحر، البحر طبعا تحت. اللي عندهم أطفال ناموا بدري، بس اللي ما عندهمش أطفال يعني ما زالوا صاحيين. احنا مستنيين بابا، أقرب مول من المنطقة هنا على بعد 22 دقيقة. كيف كانت النوم أمس يا مصطفى؟ مش حلو. لأن أنت أمس نمت جنبي. لأن الريح كان قوي. وأنت يا زيزة؟ أنت نمت حلو صح؟ ما شاء الله نمت. وهذا الأفرع. عاد اليابانيين يحبوا يوميا ينزلوا في البانيو. في شامبوهات، في كل حاجة، والماء طبعا ساخن. الحمام منفصل عن الحمام الثاني، ونفس الشيء في صابون شامبو وبلسم. مقبرة، كورنيش، المكان اللي احنا نازلين فيه. البحر شوية غريق، فصعب على الأولاد انهم يسبحوا، فبيننا وبين المكان ده 5 دقائق. نزلنا لحد هنا عشان نسبح. بالصدفة لقينا مطعم هندي في مول قريب من المكان اللي نزلنا عليه. كيف يا مريومة؟ حلو. لكن الماء حق البحر مالح، يعني مش زي يعني المصباح. بدأ المطر. استنى يا زيزو. هاي يا مصطفى، ايش رايك نمشي؟ لا طب ننزل الخيمه عشان لو اجى مطر نمشي على طول. اوكي، الان نقيس العبوا براحتكم. الان بنقفل الخيمه لانه في احتمال نزول مطر، مع انه سبحان الله يعني شمس ما فيش سحاب، لكن تيجي سحابه تغرقنا. خلاص كل الناس ماشيين زي حالتنا. بدأ الآن الريح وشوية سحب تجمع، بس ذروة الطيفون إن شاء الله تكون الساعة 3 العصر، لأن الساعة 10:30 صباحا. صارت لنا الطريق، السيارة تهتز، ورياح برا وأمطار غزيرة.